مرحبا والله يسعدك، اوقاتكم بكل خير. اليوم ان شاء الله بنشوف مع بعض كيف نعمل جيرمان شوكولات كاب كيك. طبعا هو معروف انه يجي تورته، لانه في هاي الحشوه الجيرمان جدا معروفه، واللي تكون من جوز البيكان والكوكونات. انا عندي هون خليط الكاب كيك، سبق وحطيت طريقته اللي هو كاب كيك سهل وسريع ولذيذ اكيد. عندي هنا حشوه الجيرمان، حتى هي حطيت طريقتها. الاثنين راح احط لكم الروابط بصندوق الوصف تحت. عندي هنا حبات الاوريو، وراح استخدم قوالب الكب كيك العاديه مع هذه القوالب الخاصه بالمفن اللي ما يعرفها. بس انا شلت الحافه اللي فوق لانه احتاج القالب زي كده ساده، لان ان شاء الله بعدين راح ارجع ازينه، بتشوفون الطريقه كيف ان شاء الله. انا راح احشي هذا الكب كيك بطريقتين، واحد راح احشيه قبل الطبخ والثاني بعد الطبخ. طبعا اللي قبل الطبخ ببساطه احط ملعقه صغيره زي كده تحت. طبعا اللي حلو بحشوه الجيرمان اننا بنحطها بالتورت، طبعا لما كنا نحب نحطها بالتورت لازم تكون بدرجه حراره الغرفه. اما اذا كنا راح نحشي بها الكب كيك زي كده او الشوكولا، فيفضل انها تكون بارده لحتى نقدر نتعامل معها. اوكي، عندي هنا حبات الاوريو فتحتهم. انا ابغى اعمل زي قاعده، اوكي، لانه الحشوه حق الجيرمان ممكن تنزل لي لقاع الكاب كيك وتلصق، فانا حابه لا، حابه اعمل نص حبه الاوريو لحتى تمسك لي الحشوه، يعني ما تنزل لاسفل الورق وتمسك كلها بالورق. ثم راح اجيب الحشوه زي ما انتم شايفين كده، انا لساتها عندي بارده شوي. اعمل منها زي كده كوا صغيره واحطها على الاوريو. حتى هذه الحشوة حلوة، ممكن تعملوها زي ما هي كده وتغطسوها بالشوكولا، بتطلع كتير طيبة. انا كتير احبها، يعني اكلها بالملعقة ما عندي مشكلة. اوكي زي كده. يس ماما. ثم راح اعملها باقي القوالب بالمزيج الكاب كيك. خلاص التانيين راح املاهم سادة مثل ما سبق وقلت، وراح ازينهم ان شاء الله بعد ما ينطبخوا، يعني احشيهم وازينهم. حبيت اضيف ملاحظة، واللي هي في بنات قالوا لي يا امال نحن بينشف معانا الكب كيك والكيك بالفرن بسرعة. طبعا واحد من الاسباب انه هذه القوالب بتكون عندنا جدا رقيقة، فلما نحطها واحدة مباشرة بالفرن بيكون الكب كيك او الكيك يتعرض لحرارة عالية. لهذا دائما اذا ما كانت عندكم من النوع الثقيل، يفضل انكم تحطوها على صينية ثانية زي كده ثم تحطوه بالفرن. طبعا سبق وشغلت الفرن على درجة حرارة 350 وعندي سخن الآن. راح احطه هذا الكاب كيك، يعني الميديوم، خلنا نقول من 13 ل 15 دقيقة. طبعا بعد 12 دقيقة شيكوا عليه من جوا، إذا استوى خلاص طلعوه، لأنه ما بنحتاج نحمره أول شيء، لأنه هذا الشوكولا وإذا طبخناه أكثر من اللازم أو تحمر فبيعطينا نكهة على مرار. هذا هو الكب كيك المحشي بعد ما جهز معي. راح زينه بطريقه جدا سهله وببساطه، راح احط عليه شوي كريمه من فوق، اوكي. ثم اجيب هنا رقائق جوز الهند المحمر، طبعا اغطي السطح كله، اوكي. طبعا كنت تشتغلونها بالطريقه وانكم تحطون حشوه الجيرمان كيك نفسها اللي عملناها جوا، ممكن تحطوها على السطح. انا افضل هذه الطريقه لحتى اغير شوي، بس لا تحطون شوي كتير كريمة فوق، بس شوي لحتى نتأكد انه كمية حلوة من جوز الهند راح تثبت فيه زي كده. حاولوا تنزلوا اذا كان عندكم كتير. ثم راح اخذ الحبات واعمل عليها حبات صغار كده زي وردات صغيرة. غير كده بيطلع لنا كب كيك كتير طيب، حشوة مختلفة عن دائما. لعشاق الشوكولا وجوز الهند كتير بيحبوا هذا الكب كيك، انا كتير احبه، انا كتير احب جوز الهند مع الشوكولا، احب الشوكولا السبايسي. بالحالة انا احب اجرب كل شيء بس الطبخ لا. خلاص هذا هو الكب كيك لليوم مثل ما انتم شايفين، ان شاء الله تجربوا يعجبكم. الله يسعدكم يا رب، وثانك يو، باي باي.